السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. في ظل الانقلاب وحالة الحرب التي تشهدها اليمن، صارت فكرة السفر مغادرة أو عودة بالنسبة لليمنيين هاجسا يؤرقهم. المرضى والطلاب أكثر الفئات تضررا من الفساد المالي والإداري لقطاع الطيران الوطني. ارتفاع مهول في أسعار التذاكر حدا تجاوز 400%، والتجار بمعاناة الناس من خلال بيع التذاكر والتقارير الطبية، فضلا عن التلاعب بمواعيد الرحلات تأجيلا وإلغاء. يضاعف من هذه المعاناة التمييز الملحوظ الذي يتخذ بحق اليمنيين في مطارات الدول الشقيقة والصديقة، غلاء وابتزاز من الداخل وامتهان للكرامة في الخارج دون مراعاة لظروف اليمنيين بسبب الحرب الحاصلة في البلاد. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش معاناة اليمنيين ضحايا ابتزاز شركات الطيران والتعقيدات المحيطة بظروف سفرهم ذهابا وإيابا. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من اسكتلندا الأكاديمي بجامعة أدنبرا أحمد الدبعي، ومن القاهرة نائب مدير شركة الطيران للشؤون التجارية عبد الملك مطهر، وعبر الهاتف سيكون معنا من اسطنبول رئيس الجالية اليمنية في تركيا الدكتور محمد الحميقاني، وسينضم إلينا من القاهرة نائب وزير النقل ناصر شريف معذرة. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نبدأ الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة عبر السكايب من اسكتلندا الدكتور أحمد الدبعي. مساء الخير دكتور. مساء الخير، مرحبا بك دكتور. في البداية لو لخص لنا معاناة اليمنيين من في الخارج بسبب الطيران وغلاء أسعار التذاكر الطيران، من على وجه التحديد طيران اليمنية، وكذلك أيضا اختلاف المواعيد والتلاعب بها. بداية تحياتي لجميع مستمعي قناة بلقيس ومشاهدي القناة. بالنسبة لمعاناة اليمنيين بسبب إغلاق المطارات وتعطل الرحلات، هي معاناة، هي جزء أساسي من معاناة الشعب اليمني. فأعتقد أن البلد تحول بذلك إلى أكبر معتقل في العالم. معنا 30 مليون، حوالي الآن 30 مليون معتقل لا يستطيعون السفر، وإذا سافروا يسافرون عبر رحلات متقطعة، عبر خيار واحد وعبر أسعار خيالية، مما جعل معاناة اليمنيين تزداد سوءا وتتفاقم بشكل مخيف. حد علمي الآن أصبحت رحلات من مطار عدن رغم قلتها تصل إلى 2000 دولار أو 1500 دولار وما إلى ذلك. أنا سافرت من هنا من بريطانيا إلى سنغافورة بربع قيمة التذكرة هذه. نعم. يعني قطعت تقريبا ثلثي الكرة الأرضية. عموما المعاناة شديدة جدا، الشعب اليمني منقطع عن العالم، الناس لا يستطيعون الدخول أو الخروج، أولئك الذين خرجوا من اليمن يجدون صعوبة جدا في الدخول إليها، وأولئك الذين مضطرين للخروج منها أيضا يجدون صعوبة جدا للخروج والتعامل مع الخارج. نعم. طيب دكتور، إذا أبرز الانتهاكات التي تمارس ضد المسافر اليمني سواء من يعني مطارات العالم من قبل الدول التي يذهب اليمنيون إليها أو يقصدونها سواء للعلاج أو للدراسة، وأيضا التي تمارسها طيران اليمنية من خلال متابعتك للموضوع. تابعت شكاوي الناس على صفحات التواصل الاجتماعي وعبرها وسالب أخرى. حقيقة الشعب اليمني يعاني بشكل إلى حد لا يمكن تصوره، خاصة الآن في قضية السفر. أولا بسبب غلاء التذاكر، ثانيا بسبب بعض الناس يذهبون إلى المطار وقد اشتروا أصلا التذاكر بأسعار خيالية فلا يجدون رحلات، ثم أيضا الانقطاع أو عدم قدرة الخطوط الجوية اليمنية على تسيير رحلات جوية منتظمة من مطار عدن. نحن نعلم الآن أن مطار صنعاء مثلا مغلق. الحكومة اليمنية حقيقة عجزت في الاستفادة من المطارات الموجودة في المكلا، الموجودة في عدن، الموجودة في مناطق أخرى لتشغيلها والتواصل مع العالم. وأنا أعلم أن هناك حرب في البلد والأمور يعني معقدة جدا، لكن ليس من المستحيل، نحن نعرف أن المحافظة الجنوبية الآن لا توجد فيها ميليشيات، وتستطيع الحكومة اليمنية الاستفادة من ذلك، خاصة هي دائما تتحدث عن سيطرتها على 80% من أراضي اليمن، وتعجز في نفس الوقت عن تشغيل رحلات جوية من 80% من أراضي اليمن.
سؤال صراحة لا نجد له حتى الآن إجابة. نعم، هل المعني بالدري الأساسي دكتور أحمد من وجهة نظرك المسؤولين على طيران اليمنية أم الحكومة الشرعية بالدري الأساسي المعنية بهذا الأمر ووزارة النقل؟ دعني أكون واضحا معك، عندما نتحدث عن النقل وعن الخطوط الجوية وعن رحلات من اليمن فالمشكلة هنا متداخلة، المشكلة أمنية بالأساس أو بالدرجة الأولى، بمعنى أننا لم نستطع أن نقنع العالم أن لدينا مطارات آمنة بحيث أننا نستطيع أن نسوق مطاراتنا للخارج. الحكومة اليمنية هنا عجزت عن طريق، أنا ألوم وزارتي النقل ووزارة الداخلية في إعطاء فكرة للعالم أن هناك مطارات مستقرة في البلد، لا يستطيع أحد أن يجازف بالسفر إلى اليمن حتى من اليمنيين. نعم، عندما نستطيع أن نقنع العالم بأننا لدينا مطارات آمنة، فأنا على ثقة تامة أن هناك شركات دولية ستأتي. على سبيل المثال فلاي دبي، شركة فلاي دبي الآن تشغل رحلات إلى هرقيسة الصومالية إلى جمهورية أرض الصومال، يعني نحن حتى الآن ما وصلناش لمستوى الأمن في جمهورية أرض الصومال. نعم. وأيضا الخطوط الإماراتية تشغل رحلات شبه يومية إلى كابول في أفغانستان. لماذا الإمارات دول التحالف لماذا لا تساعد الحكومة اليمنية في تشغيل رحلات إلى المطارات اليمنية الآمنة في المقلة وفي عدن؟ هذا سؤال كبير. نعم. التحالف العربي نريد منه تقديم مساعدة للشعب اليمني، نريد منه تقديم مساعدة ملموسة على الأرض، على أرض الواقع، بحيث أن المواطن اليمني يشعر أن هناك دولة تنمو في الداخل نستطيع. نعم. من خلالها أن نقنع العالم أن لدينا مطارات آمنة. أنا نعم. متأكد طيب في حال دكتور. ذلك سوف تأتي شركات الخطوط نعم. الجوية دكتور مع أهمية نعم دكتور مع أهمية النقطة التي ذكرتها أنها لابد من تفعيل وزارة النقل والحكومة من أجل إبداء يعني تجاوب فاعل وكبير من أجل ونقل صورة بأن البلد آمنة وباستطاع أي طيران أن يصل ويعود من وإلى اليمن، لكن ربما اليوم نحن عاملين بين قوسين وهي التلاعب بأسعار التذاكر، امتهان اليمنيين في مطارات العالم، إلغاء مواعيد الرحلات. اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث من إسطنبول الدكتور محمد الحميقاني رئيس الجالية اليمنية. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، مرحبا بكم وفي ضيوفكم الكرام. مرحبا بك دكتور محمد. أنت ربما هنا في تركيا وترأس الجالية اليمنية، هناك الكثير من اليمنيين المقيمين في هذا البلد يشتكون ويتمنون العودة إلى اليمن، سواء كانوا طلاب أو مسافرون آخرون مقيمون في هذا البلد. أبرز أوجه المعاناة التي تقف حاجز أمام عودتهم لزيارة اليمن. حياكم الله. كما تعلمون المعاناة ليست فقط في ارتفاع الأسعار الذي هو كارثة في حد ذاته، سواء نعم. للمرضى المقيمين هنا الذين يفكرون بالعودة إلى اليمن لا يجدون مكان آمن يصلون إليه أولا قبل أن يدفعوا في التذاكر أثمان باهظة مرتفعة، أيضا التغير في مواعيد الرحلات، الانتقال، صعوبة الحصول على الفيزا من أكثر من بلد. صارت المعاناة متعددة جدا، أن الكثير من الأشخاص منقطعين هنا، من المرضى، من الطلاب ومن يعني الذين يحاولون العودة إلى بلادهم لرؤية أهلهم، حتى بعض الشباب الذين يعني تم عقد قرانهم بالزواج عبر الأثير وعبر التواصل العام لا يستطيعون أن يجتمعوا بأسرهم. المعاناة شديدة جدا، المعاناة تشمل الطالب، تشمل المريض، تشمل المواطن العادي الذي جاء حتى بالزيارة. المعاناة في ارتفاع أسعار التذاكر والتلاعب من الخطوط الجوية اليمنية على وجه الخصوص، وهي الخطوط الجوية الوحيدة التي تذهب إلى اليمن. لم يعني المعاناة لا توصف يعني. نعم. الكل طيب دكتور حتى نقترب. نعم دكتور محمد حتى نقترب بصورة يعني أدق على الموضوع، إذا كنت أنت مثلا يمني مقيم في تركيا، ما الذي تحتاجه إلى أن تصل اليمن، وما هو الطيران الذي تنتقل عبره حتى تصل إلى اليمن، مراحله، وأيضا المبالغ المالية التي تدفعها من أجل أن تعود إلى اليمن أو تغادر من اليمن؟ المواطن في تركيا إذا أراد العودة إلى اليمن فهو به خيارات متعددة وكلها صعبة، بين أن يحصل على فيزا إلى الأردن أو إلى مصر أو إلى السودان، ومن هناك يتم نقله إلى مطار من مطارات اليمن سواء في عدن أو سيئون، وبما يلاقيه من صعوبة في التواصل، أولا في الحصول على الفيزا، ثانيا في ميعاد الطيران، ثالثا في قيمة التذكرة. كل هذه المعاناة، كم من حتى هناك مرضى الآن منقطعين
دفعوا مبالغ باهظة وصاروا يعني يبحثون عن مساعدات مالية لإمكانية العودة إلى البلد. هناك خطوط يمكن أن تساهم في مساعدة اليمنيين الذي ينتقل عن طريق اليمن إلى المملكة العربية السعودية في الأداء عمرة، وهو يريد أن يذهب من المملكة العربية السعودية في العودة إلى اليمن عبر الأراضي البرية، أيضا يلاقي صعوبات ولا يستطيع أن يعبر. أيضا الذي يذهب إلى عمان نفس المعاناة. الحقيقة أن المشكلة إنسانية كبيرة جدا، بحاجة إلى لفت نظر من العالم أولا، ومن التحالف، ومن الشرعية، التي يجب أن الجميع يتعاون في سبيل إيجاد حلول عملية وفعلية تسهل على الناس الجوانب هذه التي لا تقبل التأخير ولا تقبل غض الطرف عنها، كونها تمس حياة الإنسان اليمني المعاني في كل مكان. نعم دكتور، إذا تحدثنا، كان هناك ربما قبل فترة وجيزة مجموعة من الطلاب يبلغ عددهم أكثر من 100 طالب وأيضا ومريض، ومنهم مقيمون في تركيا، وكانوا يريدون العودة إلى اليمن، وحاولوا التواصل مع أكثر من جهة علهم يسهلوا لهم عودتهم إلى اليمن. يعني لو وضعتنا بصورة هذه الـ يعني هذا الموضوع، وأيضا إلى أين وصلتم فيه، وما هو العراقيل التي واجهتموها بعدم تهيئة أو توفير طيران لنقلهم إلى اليمن؟ الطيران يعني نحن من ضمن التواصل تم التواصل مع اليمني، وبالذات مع فرعها في 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 لبنان، وحاولنا ان تكون اليمنيه اذا استطعنا ان تكون فعلا تمثل الهم الوطني بعيده عن سيطره الحزبيه وتحويلها الى مجهود حربي، لكن مع الاسف كل المحاولات لم تصل الى ما نصبوا اليه، بل حتى ان الجرحى الذين اتوا من اليمن في معالجه في قبولهم من قبل الحكومه التركيه، كانت الحل هو عباره عن طائرات خاصه، طائرات تم حجزها لهذا الغرض بالتنقل في مواعيد محدده، وحتى الخطوط الجويه التركيه نفسها في حينها وجدت صعوبه في التامين في نقل الركاب الى 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 الى, إلى, 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 إلى تركيا. أقصد أن المشكلة الصعب أن تحل في إطار جالية أو في إطار اتحاد طلاب. المسألة حقيقة بحاجة إلى جهد دولة وجهد منظمات مجتمع مدني وإحداث رأي عام وجهد رسمي مصاحب لهذه لحل هذه الإشكالات. نعم الدكتور محمد الحميقاني رئيس الجالية اليمنية في تركيا، شكرا لمشاركتك معنا. وينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الملك مطهر، نائب مدير شركة الطيران للشؤون التجارية من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الملك. يا مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الملك، شكرا لتفاعلك وظهورك معنا في البرنامج. لاهميه هذه النقطه، الكثير يتحدث وهناك للامانه نقمه كبيره من طيران اليمنيه، هناك غلاء في اسعار التذاكر جدا، هناك ايضا المواعيد، الغاء للمواعيد بصوره متكرره، الناس يعني رغم معاناتهم الشديده انتم تضيفون معاناه اخرى لهم، كيف ترد على كل هذه الاطروحات؟ شكرا جزيلا. صحيح أن هناك معاناة كبيرة في الوضع، هذه الأزمة، الحرب المستعرة، وهناك تراجع في موارد الشركة نتيجة لتراجع مستوى التشغيل العام للشركة. نعم تصور أن احنا كنا نشغل في اليوم 75 ساعة، الآن نشغل 14 ساعة فقط. نعم وهذا كلما تراجعت ساعات التشغيل للطائرات كلما كان ذلك غير مجدي اقتصاديا، أي غير مربح لنا نفقات التشغيلية. إضافة إلا أنه تناقص عدد أسطول الشركة إلى 3 طائرات أو 4 طائرات فقط. نعم. وإضافة إلى موظفي الشركة 4000 موظف، 70 منهم مرقدين في البيوت، والسبب بالتشغيل الحالي. التشغيل الحالي لا يفي بالغرض، بسبب أن مبيت الطائرات تكون خارج الشركة. نعم. خارج اليمن. فقدان الشركة لقاعدتها الفنية التمويلية في مطارات اليمن نتيجة تدميرها من جهة أو من جهة أخرى لعدم توفر السلامة والأمن في مطارات اليمن، مما دفع الشركة وسلامة أسطولها، وهو أساس نشاطها، بإخراج طائرات الأسطول إلى مطارات عربية. نعم. وللعلم إن بقاء الطائرة خارج اليمن يتطلب إلى دفع نفقات المبيت للطاقم الطائر المشغل للرحلات. نعم. وكذا عمل صيانة بالعملة الأجنبية خارج حتى اليمن. أي أن عندنا يعني عندنا، بس أشبع لك هذا النقطة، هذا النقطة مهمة جدا، لأنه فيها تساؤل كبير جدا، سواء في الصحف أو في القنوات الرسمية أو في القنوات. صحيح أنه هناك ارتفاع في بعض يعني في الأسعار، ولكن لا يفي بالغرض. يعني بمعنى أنا كنت أول أقدم خدمتي للطائرة
تسافر مثلا صنعاء عمان او صنعاء القاهره او صنعاء جده او بومبي اي مكان، وكان توصل الطائره ونقدم لها الخدمه خلال ساعه ومغادرتها الى نقطه البدايه. الان نعم. توصل يقدموا لها خدمه ومبيت، يعني معنا ارضيه، معنا فنادق، معنا تموين من الخارج، كل هذا بالدولار. نعم. وكل هذا بياخذ وقت بعض الاحيان الى 12 ساعه واكثر في اليوم. إضافة إلى أن الويندو تايم، الوقت الذي مسموح لنا ندخل فيه في الأجواء، 4 ساعات فقط، يعني نعم. ما نستطيع شيء. إذن أفهم من كلامك أستاذ عبد الملك، أفهم من كلامك بأن هذه المبررات التي ذكرتها الآن هي من تجعلكم ترفعون الأسعار، وهل هذا هو مبرر فعلا لرفع أسعار على المواطن الغلبان الآن حرب وأزمة؟ يعني كنت أسافر مثلا إلى عمان ب 400 دولار، أنا أسافر 1200 دولار. لا 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 يا أستاذي، الشركة لا تتلقى دعم من الدولة. الشركة كلها يعني ما دخل، يعني الموارد حقها هي من التذاكر فقط، سواء صيانة. عندنا الآن دائرتين، دائرة في الهند يعني لها صيانة، وعندنا دائرة في كراتشي تشتري محركات. ما عندنا، مش متوفره عندنا الماده، اضافه الى ان الاسعار الموجوده هذه بسعر 150 بسعر البنك. نعم. سعر اليوم الدولار 340 او كم، يعني وكم يعني انتم تتعاملون بالدولار استاذ عبد الملك، انتم تتعاملون بالدولار، انتم تتعاملون بالدولار، محركات او قطع غيار يعني نعم الطائرات، يعني تعاملكم مع الناس ومع التذاكر هو بالدولار، لا علاقه له بالريال، يعني سواء ارتفع او انخفض، انتم تتعاملون بالدولار وتقبلون عمله بالدولار. نتعامل بالريال ونستلم بالريال من الناس، كل ما ولكن بسعر الدولار بالريال، ولكن بسعر الدولار، بسعر الدولار الجديد 250. حتى وين 250؟ يعني مبلغ كبير جدا، كان في السابق 100.15. أيوة يعني ما يفي لنا بالتشغيل او نعم. الغرض يعني. طيب استاذ عبد الملك، حتى نقف نعم حتى نقف عند النقاط. نحن الان يعني استضفناك من اجل ان نوجد حل للمواطن، لا ان نسمع شكواك انت. انا فرصه اني ابرر لك ايش ارتفاع الاسعار، يعني اقول لك يعني نعم. هو الاسعار احنا نبيعها كان زمان، يعني لو الوقت موجود مفتوح لنا الأجواء كنا نبيع أسعار التذاكر في 12 ساعة، 12 ساعة. احنا طيب. الآن قلقنا الأسعار كلها واكتفينا بالسعر الواي كلاس. طيب استاذ عبد الملك، الواي كلاس الى نعم. الى في كلاس، يعني 12 سعر المعروضة كانت في السوق. نعم. طيب استاذ عبد الملك، معنا الآن الدكتور أحمد الدبعي هو من اسكتلندا عبر السكايب، وهو يسمعك. ناخذ راي الدكتور احمد. دكتور احمد، ما رايك بما طرحه الاستاذ عبد الملك مطهر نائب مدير شركه الطيران للشؤون التجاريه؟ والله سمع طرح المسؤول عن الخطوط الجويه وتفاجات ان عدد الطائرات اصبحت 3 طائرات. نحن نتحدث الان ما في الشركه اصلا. نعم. اذا عدد الشركات 3 طائرات وتحتاج الى صيانه، والصيانه غير موجوده كذلك، فانا انصح ان الطيران اليمنية يعني يتنحى عن الطيران تماما، لان هذا يضر بسلامة الركاب أصلا. الخطوط الجوية اليمنية أو الشركة اليمنية هي شركة هي فاشلة منذ سنوات حقيقة، والآن مع الوضع الحالي أصبحت ما وراء الفشل. الدولة تتحمل المسؤولية الكبيرة عن الوضع، بحيث أنها المفروض أنها تقدم تجعل الشركة الخطوط اليمنية لها إدارة مستقلة بعيدا عن المهاترات وبعيدا عن الغزوات والحروب وما إلى ذلك، بحيث لأنها هي خدمة تقدم للإنسان اليمني، خدمة. وهذا ما تقوله وتدعيه أستاذ دكتور أحمد، هذا ما تقوله شركة اليمنية بأنها لا علاقة لها بما يحصل، هي عبارة عن شركة نقل تتعامل مع كل اليمنيين. لا أعتقد ذلك، أنا من خلال متابعتي للخطوط الجوية اليمنية لا أعتقد أنها بذلك بتلك الاستقلالية. الخطوط الجوية اليمنية الآن نطالب الرئيس هادي بتشكيل لجنة، إما تشكيل قيادة جديدة لها أو عمل اللازم، بحيث أنها تدعم، بحيث أنها يزداد أسطولها، أو على الأقل أن يتم دعم الخطوط الجوية اليمنية بحيث أنها تصل لتصبح لديها تمويل للصيانة وما إلى ذلك. الطيران ليس عبارة فقط عن تذاكر، الطيران قصة معقدة، هناك خدمات أرضية، هناك صيانة ضروري تكون دورية. دكتور أحمد يعني أتمنى أنه حتى لا نتشعب في الموضوع، ربما احنا نركز اليوم، المواطن يشتكي من ارتفاع التذاكر والتلاعب بمواعيد الرحلات، وهذا ربما هو محور حلقتنا في بين قوسين. أوكي. حتى الموضوع الذي تحدث عنه هو مهم جدا، لكن أوكي. نركز في حديثنا على تلك على يعني هاتين النقطتين. يعني الخطوط الجوية اليمنية تتعامل مع الوقت الحالي كفرصة غنائم،
يعني تذكره بمعدل 2000 دولار نعم من مطار عدن الى مطار القاهره. لا مبرر لذلك السعر اطلاقا مهما كان، لا مبرر لذلك السعر. قد نجد فعلا ان المفروض انها تزداد بمعدل 20% 50%، لكن ان نرمي بكل الاعباء على ظهر الراكب المسكين البسيط، في وهذا الراكب هو الراكب اليمني الذي يعتبر دخله الاقل داخل في المنطقه وفي العالم. نعم طيب دكتور، نعم نتوقف عند هذا الدكتوره. لا يمكن الدكتور. تبريره، لا يمكن تبرير تذكره من مطار عدن ب 2000 دولار الى مطار القاهره، لا يمكن تبرير ذلك. نعم طيب دكتور احمد تكرم بالبقاء معي قبل العوده ايضا للاستاذ عبد الملك مطهر. نذهب مشاهدينا الكرام لمتابعه بعض اشكال المعاناه التي يتلقاها المسافر اليمني وعن غلاء الاسعار والتذاكر وايضا مواعيد طيران اليمنيه، ومن ثم نكمل النقاش. تتمثل معاناه اليمنيين بشقين، الشق الاول وسببه الانقلاب وما ترتب عليه من مشاكل وفراغ للدولة وفراغ لمؤسسات الدولة. أما السبب الثاني تتحمله الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية لم تقم بواجبها أمام المواطنين. ليس كل المواطنين انقلابيين وليس كل المواطنين مع الشرعية، هذا أمر حسم من قبل. فمن الطبيعي أن أكون أنا مريض، أن أكون أنا طالب أذهب لإكمال عملي إكمال عامي الدراسي، وبذلك أنا لا يهمني أن أكون طرفا في الشرعية أو طرفا في الانقلاب. من حق الحكومة الشرعية أن توفر، من حقي على الحكومة الشرعية أن توفر لي مناخ آمن للدراسة أو مناخ آمن للعلاج. أيضا في صنعاء يوجد مكاتب استغلالية في رفع قرابة يعني معاملة تأشيرة 800 دولار وقيمة التأشيرة فقط 70 دولار، حتى اكتمال الأمور الأخرى لا تتجاوز 100 أو 200 دولار. طبعا طريقة استفزازية واستغلال الوضع الراهن بسبب الحروب وضعف المواطن الذي يريد الخروج من وطنه للأسف للأكل إن لم يكن للدراسة. طبعا يتمنى الآن المواطن اليمني أن لا يعيش في بلده اليمن، وهذا مؤسف جدا. طبعا معاناة الطلاب اليمنيين معاناة كبيرة نظرا يعني بسبب الحرب طبعا، فيعني زادت تكاليف وأسعار التذاكر الرحلات بشكل كبير جدا يعني. ففي رمضان الماضي أنا طبعا سافرت ب 900 دولار بينما كانت في العوام السابقة 300 دولار فقط، فهذا أدى إلى زيادة أعباء السفر وعدم قدرة الطلاب على زيارة أهلهم وعلى الرجوع إلى مدنهم. المطلوب طبعا ان الحكومه تصدر قرار تخفيض تذاكر الطيران بما يراعي ظروف الطلاب والجرحى والعالقين وغيرهم من الناس لكي يتسنى لهم يعني الذهاب والسفر الى بلدانهم. المشكله من وجهه نظري انها في الحرب التي سببت معاناه في سفر اليمنيين سواء كانوا طلاب او مرضى من والى اليمن. هذه الحرب سببت كذلك في ارتفاع اسعار التذاكر، ارتفاع مهول جدا حتى ان الطلاب او المرضى ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون السفر. الحل من وجهه نظري بشكل عام هي ايقاف الحرب، وثانيا هو سعي المسؤولين في حل هذه المشكله بشكل فوري. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اذا تابعنا هذه التصريحات، واعود الى القاهره مع نائب مدير شركه الطيران للشؤون التجاريه في طيران اليمنيه الاستاذ عبد الملك مطهر. استاذ عبد الملك عدنا لك مجددا. اذا الدكتور احمد الدبعي يقول بانه للاسف طيران اليمنيه اتخذ من هذه الازمه غنيمه لاستغلال الناس وللاسف من الشريحه الاكثر معاناه وهم الطلاب والمرضى. حقيقة هو قال حتى قيمة التذكرة يعني زد، قال انه قيمة التذكرة 1000 دولار، قيمة التذكرة 142000 موجودة على النت، موجودة على المكاتب عند الوكالة، شوفها يعني معروضة بالريال 240000 وليس 1000 دولار على إذا المكاتب التي تتعاملون معها هم من يبتزون الناس وأنتم من تعطوهم الضوء الأخضر بذلك. ولا نعطي ضوء أخضر لحد، معانا 240 معروضة للناس ومكتوبة في التذاكر واضحة بوضوح الشمس. نعم. نعم. إذا هذه الأسعار، إذا هذه الأسعار إلى أين تذهب؟ ومن يستغلها ولصالح من؟ لا أعلم، هذا الكلام الذي بتوجه وجهه للذي قال لك، أما بالنسبة لنا موجودة في التذكرة الذي بيستلمها واضح السعر كلير يعني. نعم، هل مكاتبكم أستاذ عبد الملك متوفرة في كل الأماكن وبهذا السعر الذي حددتموه من طيران نعم اليمني؟ نعم سيدي، كل مكاتبنا، كل منافذ البيع، حتى مكتب المكلة كان المطار مغلق
فتحنا مكتب الحديدة مغلق المطار وفتحنا لصنعاء نعم. فتحنا نعم. لسيئون مفتوح يعني كل المكاتب موجودة على عبر الله نعم. لأنه طيب. عندنا مشكلة بالنسبة للوكلاء يعني لأنه قبل الحرب يعني عند قامت الحرب اغلقوا علينا البي اس بي وفلوسنا الموجودة عند الوكلاء لا زالت بعضها نعم. كبيرة جدا بالملايين بالدولارات نعم. إذا أخرجونا من غرفة المقاصة في بسبب الحرب يعني. نعم إذا مؤخرا الآن أصبحتم أنتم في اليمن لا تتعاملون إلا مع حجوزات مكاتبكم التي فتحتموها في معظم الأماكن نعم سيدي نعم إذا منحنا بعض الوكلاء يعني أنظمة جديدة وحاولنا احنا يعني نخرج من الأزمة اللي احنا فيها بالنظام A2A طيب إذا هذه النقطة نعم. جميلة أنكم الآن تعتمدون على مكاتبكم أستاذ عبد الملك لكن ما هو الحاصل الآن إذا يبدأ هناك أيضا التلاعب من خلال مكاتبكم بمن يعني بطريقة أو بأخرى من دفع أكثر سنقدم الحجز له وبهذه الطريقة تفتحون مجالا للناس لابتزاز الناس يا سيد العزيز احنا التشغيل محدود يعني انا كما اسلفت لك يعني ما نستطيع مثلا من عدن الا نشغل رحله نسيئون رحله الى رحلتين وفي وقت معين فلذلك نتيجه يعني طبيعي يكون هناك ضغط وعندنا اداره مختصه اداره خدمات الركاب اذا في عنده اي واحد شكوى ولا شيء يرفع على اداره خدمات الركاب ونحن ننظر اليها بعين الاعتبار يعني نوليها كل اهتمامنا وانما اذا في تلاعب او لا شيء انا ارجو من الناس كلهم يعني يساعدونا حقيقه يعني نعم يعني نعم. شكاوى الناس كلها استاذ عبد الملك لم يصلكم حتى الان خلال عامين والناس تشتكي وتتكلم والقنوات تتحدث والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لم تصلكم اي شكوى مثل هكذا معامله مثل هكذا استغلال مشاكل هي سعه مشكله سعه عندنا سعه ما نستطيع احنا نقبل الناس واجواءنا واحنا مش محتكرين للسوق أن الشركات اللي كانت مشغلة لا عندنا كابلة أغلقت ورفعت وراحت والسبب السلامة والأمن يعني عند السلامة في الشركة ولذلك أنا كيمني ولذلك أستاذ عبد الملك ولذلك أنا ما عملنا زي الشركات الأخرى الشركات نعم. الأخرى أول ما قربت يعني حصلت الحرب الأهلية في لبنان الشركة حقهم رفعت من لبنان وراحت تشتغل من دبي ومن أفريقيا لكن انا كيمني وانت كشركه وطنيه ومحليه واجب عليك استاذ عبد الملك لكن هذا نعم. واجب عليكم انا كيمني وانت كشركه يمنيه مشغله للطيران واجب عليك ان تقف مع اليمني في هذه الظروف الصعبه اذا تركتموها اذا ما الفائده من انتمائكم لهذا الوطن سوريا ووقفنا واذا يعني حقيقه يعني احنا بنحتاج الى دعم حتى نخرج من الازمه اللي احنا فيها عندنا ازمه ماليه كبيره جدا عندنا محركات الآن اثنين محركات محتاجين لطائرة من الطائرات على ما قلت لك يعني لا زالت في كراتشي ما استطعنا نشتري لها محركات نعم. محتاج محركين بالدولار ما عندنا لا ريال منين نجيب الدولار ما عندي لا ريال نعم. منين نجيب يعني مشكلة يعني أنا بشغل في الطائرات والطائرة الرابعة موجودة في كراتشي ما استطعت يعني نشتري لها محركات طيب أستاذ عبد الملك تكرم بالبقاء معي أعود للدكتور أحمد الدبعي من اسكتلندا دكتور أحمد إذا سمعت التبريرات التي ذكرها الأستاذ عبد الملك مطخر عدم وجود إمكانيات عدم وجود الأسطول بكامل عدده حتى يوفروا الخدمة للناس وأيضا يعني حلا للمشاكل التي مرت على المواطنين من استغلالهم في الأسعار هم الآن فتحوا مكاتبهم في معظم الأماكن ويتعاملون بالريال اليمني ومع المكاتب الخاصة بالطيران اليمنية فقط ستبقى المعاناة مستمرة إذا بقينا في هذه الحلقة المفرغة أنا كنت أتمنى أن تستضيف وزير النقل لأن وزير سيكون النقل معنا دكتور أحمد سيكون معنا نائب وزير النقل نعم سينضم إلينا نائب وزير النقل بعد قليل لكن نكمل الحوار أيضا مع الأستاذ عبد الملك وأنت ومن ثم سينضم إلينا نائب الوزير نعم طيب لأن المشكلة الآن معقدة جدا أولا عدد الطائرات اليمنية الآن محدود جدا أيضا لا توجد إدارة موحدة للشركة نتحدث عن الأخ الأستاذ الدكتور عبد الملك مطهر بأن الشركة ليس لها دعم وما إلى ذلك فاضطر كما يقول إلى رفع الأسعار حديثه أنه فقط الناس يتحدثون عن أسعار خيالية هذه أنا أتابع ذلك عبر تواصلاتي مع اليمن أسعار وصلت إلى يعني 400% 300% 400 أسعار غير منطقية وغير مقبولة نعم لن
نستطيع حل الإشكالية إلا بوجود حل جذري من الحكومة ووزارة النقل، بحيث أنها تقوم بإدارة الشركة وتحديد أسعار وتنشر تلك الأسعار للناس. هذا ما تحدث عليها الأستاذ عبد الملك الدكتور أحمد بأنهم حددوا السعر وهو موجود، وهم الآن فتحوا مكاتب حول هذه النقطة. إذن دكتور أحمد اسمح لي أن أعود للأستاذ عبد الملك حتى يعني أودعه. أستاذ عبد الملك، أيضا النقطة أيضا الأهم في مسألة التلاعب بالأسعار، وتحدث بأنكم عملتوا على حلها وتتعاملون مع مكاتبكم، وهذا ما نتمناه رغم الشكاوى المتكررة دائما، لكن مواعيد الرحلات عندما تعطيني موعدا بأن الرحلة ستكون في ساعة الزمان المحددة، لكن أتفاجأ بأن أنتظر يوم أو يومين وبعضهم ينتظر حتى أسبوع ولا تأتي الرحلة، ما هي الأسباب؟ لا لا مش أسبوع. جميل السؤال، جميل وفي محله حقيقة، وكان حتى أخذ الأستاذ أحمد الدبعي جزء منه الدكتور. نعم. حقيقة عفوا، أعطيني جدول أعطيك مواعيد محددة. جدول لماذا؟ خلاص أنت أنت كجهة الطيران تعطينا المواعيد ونحن نحجز بموجب المواعيد التي تملك يا أستاذ. أي الجدول أنا ما أستطيع، يعني أنا أمر فوق دول أخرى، يعني الدول هذه الذي بتعطينا الجدول ساعات محددة. كل الأجواء قلت لك اليمنية لمدة 4 ساعات وأخرج فيها خلال 4 ساعات، ما أستطيع أنا يعني أغير المواعيد. نعم. وهي الذي تمنعني تقديم الوقت أو تأخير الوقت، إضافة إلى الأحداث التي مثلا حصلت مثلا في مطار عدن الأخيرة. نعم. الأحداث التي أستاذ عبد الملك حتى نكون بصورة أوضح، أستاذ عبد الملك اسمح لي، ما يحدث من أوضاع أمنية خارجة عن إرادتكم، ما يحدث من إجراءات أمنية خارجة عن إرادتكم، هذا الجميع لا يلومكم والجميع يتعاطف معكم، لكن نحن نتحدث عندما تكون الرحلة لم يعترضها شيء ونتفاجأ المسافر اليمني الذين للأسف حتى لا يسمح لهم بالدخول إلى بعض الدول ويظل في المطار ليومين أو 3 أيام أو لساعات طويلة في المطار بانتظار الرحلة ولا تأتي. نتحدث عن هذا الشيء، لا نتحدث عن حدث طارئ أمني سواء في عدن أو ما شابه ذلك. كلام جميل، بنقول لك يعني الآن يعني مثلا لما بيمنحنا المواعيد ما بتحدد كل يوم في نفس الموعد، ولذلك يعني احنا ما عاد احناش مربوطين بالشركات الاخرى بالبي اس بي، يعني معاناتنا معاناه كبيره غير الشركات الاخرى، يعني نعم. من المشاكل هذا المفروض علينا حقيقه، يعني من تبعات الحل. نعم. فلذلك لو ما تظهرش عندي مثلا اصدر اربط يعني الحجوزات اليمنيه مع الشركات الاجنبيه، نعم. معنى ذلك انه يحتاج الى 12 ساعة ينتظر يعني كانتظار ترانزيت في المطارة اللي بنقول إليها. نعم. وهذه معاناة كبيرة يعانيها الركاب حقيقة. صحيح. نريد منكم حال أستاذ عبد الملك أن عندما تحدد رحلة تكون محددة بالزمان والمكان مثل باقي طيران العالم الذي يتعاملون موعد الرحلة الساعة الزمن المعين، خلاص نفس الرحلة ونفس الموعد. التشغيل الذي بنشغله الآن لا نستطيع خالص. لماذا؟ للأسباب الذي ذكرتها لك، يعني حقيقة بقول لك الآن أنا التصريح. طيب سؤال أخير أستاذ عبد الملك حتى أختم معك، لماذا طيران اليمنية لا يقوم بالتعاقد مع أي طيران آخر لتوفير يعني الطائرات التي تنقل الركاب بطريقة سلسة وآمنة وسهلة؟ إحنا مش محتكرين السوق ومفاتحين أجواءنا للشركات ونطلبهم يجوا يساعدونا، أهلا وسهلا. لماذا أنتم لا تقومون بهذه الخطوة؟ أنتم تتعاقدون معهم وتوفروا لهم الوقت الظروف المناسبة. الوقت العزيز إذا كان يعني مطار عدن ما يسع إلا من رحلة إلى رحلة في اليوم، مطار صيون نفس يعني ما أستطيع يعني أي نجي، يعني بقول لك أنا لما أقول لك أنا أعطيك جدول يعني بلغات الطيران أتشتي جدول ثابت. إذا هناك ربما إذا نقول في الأسبوع الواحد يعني يعني في الأسبوع الواحد 75 ساعة طيران. الآن 14 ساعة مسموح لي فقط. نعم. إذن المشكلة ربما مشتركة أستاذ عبد الملك مطهر. نعم. شكرا. نعم. لمشاركتك معنا. جاب جانب منها كثير جدا أنه تدخل الدول. نعم. أستاذ عبد الملك مطهر نائب مدير شركة الطيران للشؤون التجارية، شكرا لمشاركتك معنا، وسأنقل بعض الإشكالات التي طرحتها إلى نائب وزير النقل، سينضم إلينا الأستاذ ناصر الشريف. ولكن مشاهدينا الكرام الآن نذهب لمتابعة هذه المادة المعلوماتية الذي أعدها الزميل وديع عطا، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة إلى اسكتلندا مع الدكتور أحمد الدبعي، وسينضم إلينا الآن نائب وزير النقل الدكتور أحمد الدبعي. إذن سمعنا مبررات ربما كثيرة من المعنيين بشركة طيران اليمنية، وتبدو إلى حد كبير منطقية. ما رأيك، هل ما طرحه الدكتور الأستاذ عبد الملك مطهر هي منطقية، أم هم مشاركون بدرجة أساسية بالإشكالية الحاصلة الآن فيما يتعرض له المواطن اليمني، سواء بالتلاعب بالمواعيد أو بارتفاع التذاكر؟ مما طرح الدكتور الأستاذ عبد الملك مطهر، هناك جزء يعني أتفق معه. نعم. لكن لا أتفق أنه مش قادر يعمل جدول للخطوط الجوية اليمنية، ولا قادرين يشغلوا رحلات بشكل أكبر. هناك تقصير من جانب الخطوط اليمنية، ولكن هناك تقصير أيضا من وزارة النقل والحكومة، لنتحدث بإنصاع. شركة الخطوط اليمنية شركة وطنية، مسؤول عنها وزارة النقل، وعندما يكون هناك وهي ملك عام وطني، وعندما يكون هناك اختلالات فالحكومة تتحمل المسؤولية، ولا يتحملها شخص هنا أو هناك، ويجب أن نكون أن نستطيع أن نحدد مكامن المشكلة، والحكومة عليها كوزارة نقل عليها أن تقدم حلول لتلك المشكلة، حلول إيجابية وحلول موضوعية، بدلا من فقط الاستماع لصراخ اليمنيين منذ 3 سنوات أو أكثر. أنا كما قلت في بداية الحلقة، اليمن تحولت إلى أكبر معتقل في العالم بسبب فشل شركات الخطوط الجوية اليمنية، وبسبب عدم قدوم شركات أخرى جوية تستطيع أن تنقل الشعب اليمني من وإلى اليمن. نعم. طيب دكتور، إذن الآن لازلنا نحاول مع نائب وزير النقل، وهو وعدنا أن سيكون معنا في الحلقة، وتحدثنا معه قبل قليل وكان معنا على الهواء، لكن الآن ربما تليفونه مغلق، لا نعرف ما هي الأسباب. أتمنى من نائب الوزير أن يرد على التليفون لنسمع منهم وجهة النظر الرسمية بهذا الشأن. طيب دكتور أحمد، أيضا المطارات يتحدث بأنها لا تستوعب أعداد الرحلات، هو لا يمكن أن يشغل إلا رحلتين فقط إلى مطار عدن ورحلتين إلى مطار سيئون، وربما هذا يشكل عائق أمام طيران اليمنية لزيادة أعداد الرحلات ومسافرة وعودة اليمنيين من خلالها. هذه الإشكالية كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تتغلب عليها من وجهة نظرك؟ دعني أتحدث هنا بإسهاب لو تعطينا حتى دقيقتين. نعم. القضية كما قلت هي متداخلة. نعم. الحكومة اليمنية بوجهة نظري الشخصية يجب أن تعد خطة بديلة للوضع الحالي. نحن نعيش حالة طوارئ. الحكومة اليمنية معها 3 طائرات أو 4 طائرات، هذا مش عدد طائرات كافي لنقل شعب يمني في الوقت الحاضر حقيقة. نعم. أنا أتمنى أن وزير النقل يقوم بتشكيل أو بإعداد خطة بحيث أنه يستطيع يؤمن مطارين على الأقل، وهي مطار عدن مثلا ومطار المكلا في حضرموت، بحيث ثم تتوجه لجنة حكومية إلى الجانب التركي والإماراتي والقطري بتقديم تسهيلات لشركاتهم، بحيث أنه يستطيعوا يشغلوا رحلات لهذه المطارات، بحيث أن اليمن تستطيع أن تقول لهم أنها قادرة على تأمين هذه المطارات، أو حتى ليس عيبا إن استطعنا حتى تشغيل شركات خاصة تقوم. نعم. بإدارة المطارين في الوقت الراهن، بحيث نخفف من معاناة الشعب اليمني. هناك حلول كثيرة، لم تعد المطارات يتعامل معها بعقلية الستينات والسبعينات، أنه إذا جبنا شركة خارجية وكأنه احتلال وكأنه سيادة وطنية. أنا هنا في اسكتلندا مطار جلاسغو تشغله شركة نيوزيلندية، مطار بيرسويت. نعم. في شركة في دول عظمى تعطي لدول أخرى شركات، العالم أصبح مفتوح. اعرض مطاري عدن ومطار المكلا لشركات، وأنا متأكد أن الشركات ستأتي وتشغل المطارين. الحكومة اليمنية عاجزة، أنا متأكد الآن أنها لديها عجز مالي كبير في وضع غير، حتى لا نلومها بشكل كبير، في وضع غير طبيعي، فعليها أن تقوم وتبتكر حلول بحيث أنها تخفف من معاناة الناس. أما فقط أن تبقى أسيرة لمعالجات آنية عقيمة، ستبقى معاناة الناس بتواصل، وستستمر المعاناة إلى ما لا نهاية. أنا حقيقة أنا كتجربة شخصية الآن، من عام 2014 أريد أزور تعز، أريد أزور أهلي في اليمن، لا أستطيع، مؤلمة. حتى الناس الذين يعيشون في فلسطين وفي دول محتلة يستطيعون أن يذهبون إلى بلدانهم، أنا الوحيد الآن في اسكتلندا تقريبا الذي لا يستطيع أن يذهب إلى بلده.
نعم. فالوضع مؤلم، ما بالك الطالب الذي يذهب، وما بالك من يحتاج العلاج، وما الوضع جدا مؤلم. وأصحابنا هناك في الحكومة ما زالوا لا يستطيعون تقديم خطط تتناسب مع حجم المعاناة الشعب اليمني. ماذا يفعل وزير النقل بالله عليك في عدن؟ ماذا، لماذا لا يقدم أي خطط بديلة؟ ماذا يفعلون هؤلاء؟ نعم دكتور، هي سؤال وجيه، وكنا احنا تواصلنا مع وزير النقل ورشح لنا آخر، ويعني الضيف الآخر اللي هو نائب الوزير أبدأ استعداده، ومن ثم الآن على الهواء مباشرة ربما أغلق تليفونه أو ما نعرف ما هي الظروف. في النهاية هو لم يردوا على تساؤلاتنا وتساؤلات الناس. أختم معك بكلمة أخيرة، ما لا تقول لوزير النقل ونائبه وأيضا المعنيين بالحكومة بعدم الاهتمام والجدية في البحث عن حلول لأزمة المسافر اليمني سواء كان طالب أو مريض أو مغترب حتى؟ أتمنى من الحكومة أن تولي هذا الجانب جل اهتمامها في الوقت الحاضر، لأنه كما قلت اليمن الآن في وضع غوانتنامو كبير. نعم. في وضع معتقل كبير، 30 مليون لا يستطيعون الدخول والخروج لليمن، والله شكل مخزي. نحن في الجزيرة العربية عرفنا المطارات قبل الدول الجزيرة العربية مجتمعة. مش قادرين نشغل مطار عدن. وزير نقل وحكومة طويلة وعريضة مش قادرة تشغل مطار عدن. والتحالف العربي أنا ألومه أيضا. لماذا يشغل رحلات إلى مدن زي هرقيسة وكابول ولا يستطيع أن يشغل رحلات إلى المكلا وعدن وهو متواجد أصلا فيها؟ هناك تقصير من التحالف ومن الشرعية في إيجاد حلول لمعاناة الناس. المشكلة ليست فقط في اليمنية، المشكلة ما وراء اليمنية. نعم. أكبر من حدود شركة واحدة في البلد. المشكلة نعم. هناك تقصير في إيجاد خطة طوارئ تدير الوضع السيء في البلد. شكرا لك دكتور أحمد الدبعي، كنت معنا عبر السكايب من اسكتلندا على مشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم التي خصصناها عن معاناة المواطن اليمني في رفع أسعار تذاكر الطيران وأيضا التلاعب بالمواعيد. سنستعرض الآن بعضا من تعليقاتكم حول هذا الموضوع في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونقرأ من هذه التعليقات من صديق البرنامج الأخ صالح الحالمي، يعلق بالقول: أسباب المعاناة كثيرة جدا، منها عدم استقرار الوضع في البلاد وإهمال السلطات المعنية بالأمر، والمطلوب وضع أشخاص يتكفلوا بحل جميع مشاكل العالقين وكذلك الذين يعانون من مشاكل خلال سفرهم. صالح الحالمي. رأي آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ فارس فؤاد البناء، يعلق بالقول: السبب الأول يعود لعدم اهتمام الحكومة اليمنية برعاياها وعدم التنسيق مع الجهات الحكومية في تلك الدول بشكل يحفظ للمواطن اليمني قيمته مثله مثل أي إنسان على وجه الأرض. وهناك سبب ثانوي متعلق بالسبب الرئيسي المذكور آنفا، أتحدث هنا عن جمود وتصلب كبير في ملف السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، وهي المخولة بتقديم الصورة اللائقة بالمواطن اليمني والحفاظ على إنسانية التعاملات الخارجية مع اليمنيين في أي بلد. فارس البناء. أيضا رأي آخر من صديق البرنامج الأخ رشاد الحبابي، يعلق: هي الحرب التي أوصلتنا لهذا المستوى من التعقيدات التي يعاني منها اليمنيين أثناء سفرهم، هي كارثة المتهورين الذين أوصلونا إلى هذا الحد. إذا رشاد الحبابي، ونختم برأي أخير من صديق البرنامج عبد الحفيظ العماري، يعلق بالقول: السبب الأول انشغال الحكومة في الأوضاع الداخلية، أنساها الاهتمام برعاياها في الدول الأخرى. والسبب الثاني إهمال وقصور ممثلي الدولة في الخارج، أي السفراء والعاملين في السفارات كونهم الواجهة الرئيسية للدولة. الأخ عبد الحفيظ العماري. ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. أشكر ضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب الدكتور أحمد الدبعي من اسكتلندا، كان معنا أيضا الأستاذ عبد الملك مطهر نائب مدير شركة الطيران للشؤون التجارية، وكان معنا أيضا رئيس الجالية اليمنية الدكتور محمد الحميقاني من اسطنبول، وكنا نتمنى أن يكون معنا نائب وزير النقل الأستاذ ناصر شريف، لكن للأسف لم نتمكن الاتصال به، لا نعرف ما هي الأسباب عدم التجاوب معنا رغم الموعد الذي اتفقنا معه في من أجل طرح وجهة نظر المواطنين، ونرى
وجهة نظر الجهات الرسمية. ختام الحلقة تقبل تحياتي بشير الحرثي وأيضا معد الحلقة الزميل وديع عطا ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.